هيا بنا إخوة الإيمان مرة أخرى لنعود إلى ساحة القرآن. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: وما قلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. قارئنا الآن من بيت الكرام ويقرأ بإحكام، وله بمحافظة المنوفية منزلة ومقام، من بيت القراء الأعلام شيخنا محمود أحمد عزام. نسأل الملك العلام أن يرزقه التجلي والإحكام، وأن ينهي ليلتنا بسلام، وأن نتقابل سويا عند الملك العلام مع المصطفى سيد الأنام شيخنا محمود أحمد عزام يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فهل ينتظرون إلا الأيام الذين خلوا كل فن كل فن كل فن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسي أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا ولكن أعبد الله
ولكن اعبد الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفى وأمرت أن أكون من المؤمنين أمرت أن أكون من المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وأن
أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يردك بخير فلا راد لفضلك يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم
الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإن ما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها
هكذا أيها الأعلام كان ذاك الصوت الندي مع الإحكام تلا من آيات الملك العلام ومعجزة نبينا سيد الأنام تلا شيخنا محمود أحمد عزام من خواتيم سورة يونس نعم السور المكية العظام ابن قرية كفرنيت العبسي مركز كوسنا منوفية وهو نبت بيت القراء الكرام العظام نشكره إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا كما نشكر أيضا لصاحب الفراشة الذهبية الكبرى الحاج عطية أبو غنيمة إدارة عبد الله أبو غنيمة والهندسة الإذاعية الحاج محمد جمعة منصور بن نخاس والهندسة الكهربائية والإدارة مهندس ياسر فرج بالزمرونية كما أشكر لمقدم ضيافتنا الليلة الحاج أمين ابن قرية الزمرونية ومنتدى سفراء القرآن الكريم ومخرجنا ناصر صلاح ومصورنا صلاح ناصر أيها السادة باسم أسرة الراحل الكريم الحاج عبد الموجود من خيرة آل أبو العينين ومن خيرة الشهود باسم الحاج دسوقي سليمان والحاج عيد سليمان أبو العينين نعم الرجال المخلصين كذلك باسم الأستاذ سليمان عبد الموجود والأستاذ شوقي عبد الموجود وباسم الأستاذ محمد عبد الموجود وباسم الأستاذ عصام خيال وكل آل خيال وآل الهواري أشكر لكل من شرفنا بالعزاء كذلك باسم أسرة المرحوم الحاج معوض أبو العينين وأسرة المرحوم الحاج فتحي أبو العينين وأسرة الحاج صبحي أبو العينين وأشكر لكم أيضا باسم الأستاذ أحمد معوض أبو العينين وباسم أسرة المرحوم الحاج حسني أبو العينين وأشكر الجميع أيضا باسم صاحب النسب والصهر الأستاذ عادل شكر الشكر لكم جميعا أيضا باسم الأستاذ أيمن عيد أبو العنين ضيوفنا الكرام من أهل القرآن الشيخ محمد نصر الله الشيخ السيد أحمد عزام والشيخ أشرف عبد الهادي وكذلك الحاج محمد أبو حسن كبير الوران أسرة الأمن والأمان الشيخ محمد صابر كذلك أشكر لكم جميعا باسم كل من يمت للعزاء بصلة